صديقك مصدع وطلب منك تروح معاها الصيدلية، وانتو في الصيدلية تبي تحاسبون. قدامكم واحدة من أمهاتنا هالعيايز مسكينة قليلة نظر وقليلة سمع، ما تعرف الخمسمية من الخمسين ريال، ويا تبي تحاسب الصيدلاني. والله بلاها بهالصيدلاني النصاب، عطتها الخمسمية هي عبالها خمسين ريال. الحبيب خذ الخمسمية وحطها في مخباه. انت اذا شفت هالمشهد قدامك ايش بتسوي تدرون؟ خلنا نشوف الحلقة. كم حسابك؟ 422 ان شاء الله. 422 ان شاء الله يهمك. هاكي با ادي 50 كده 60 والله من هي اخي نزلت هالفلوس الجديده الواحد ما يعرف لها. هاكي ربنا يديك الصحه ماما ان شاء الله. ادي كده 110 كم باقي لك يبا؟ كده 312 تفضل. خلي يا ماما والله مفضل. لا لا بحقك يبا هاي حقك والله عادي. خذها في ريال. يلا اوكي لو سمحت. كده فاضل لك 2 ريال ان شاء الله لو سمحت. نعم كم المبلغ انت اللي ماخذه؟ احنا بس بنسال بس هي كم اديتك دلوقتي؟ ايوه ايه دخلكم انتوا بالموضوع؟ انا شفت 1200 ريال. نعم نعم الله عليك. إذا احنا غلطانين في سيستم الكاميرا. لا الكاميرا مش شغالة كمان. طيب اللي احنا شفناه قدامنا 24 ماشي. انت قلت لها كم؟ 420 صح؟ 22 مظبوط. خد كم؟ 500 و100. ايوه انا ليه سؤال واحد بس هذا. ايه علاقتك بالموضوع؟ فلوس الحاجة في جيبك وثلاثة شاهدين. فين ده؟ شايفينك انت حاطط الفلوس. والله انا شايف ان اللي بيتدخل في ماله يعني ده مش حاجه كويسه. لا يا اخوي ترى بقول لك شايف التدخل في اللي ملوش فيه. انا اتدخل ايه الدخل اصلا؟ طلع الفلوس اللي في جيبك لو سمحت. ايوه حضرتك مين اصلا؟ معلش عشان لازم تقول بعض. احنا 420 ريال انت اخذت منها 1150. ايوه بقول لك لو سمحت طلع الفلوس اللي في جيبك الحاجه تضمن لك 1150. انت عاوز منها 420. ايوه دي فلوس حضرتك؟ لا الفلوس اللي في جيبك انت هي والحاجه بتيجي كل شهر وبديها. صح يا حاجه بتيجي كل شهر وبديها حاجتها. انا الحين وانا مسامح في 2 ريال كمان ليا ما مش مشكله. الحين الحاجه ادتك 1150. ايوه صح يا حاج. صحيح نعم صحيح. انتوا ايه دخلكم بالموضوع؟ دخلنا هي تقرب لك. سؤال واحد تقرب لك. تقرب لك ان شاء الله. تقرب لي خليها تمكن انا اقرب لك. الموضوع يهمك اصلا؟ ايه دخلك انت مالك انت؟ حقها حرام. كل نبت كل جسم نبت من حرام في النار اولى به. فحرام ده حقها. اذا هي مش عارفه العمله الجديده لازم انت لها ماما تعالي تعالي ماما تدي لي 500 ريال. انت حقك 420 ريال اتفضلي 8 ريال. مش تقول لها لا لسه تدي لك 500. لا لسه تديك 100. تدي لا لسه تدي لها 50. حرام. حضرتك ليك علاقه بيها؟ حضرتك تقربوا لها؟ دي عمتي. ان شاء الله. والله العظيم. وانت ليه تتدخل يا باشا؟ مش اول مره يروح منها فلوس. هي يا باشا بتجيلي كل شهر ما شاء الله. هي عمتي وانا عارفها وجايه بتقول لي الفلوس بتنقص معايا مش عارفه العمله الجديده. لو سمحت طلع الفلوس اللي جابك اليسار. احنا جينا وراها دلوقتي واقفين ادتك 500 بعدين 500 بعدين 100 بعدين 50 صح صاروا 1150. انتوا هو حساب 420. انا اكيد بس سوري يعني والله مش قصدي حاجه بس سوري لازم تكشفوا على نظركم. لازم تكشف بالذات انت بالذات يا استاذ تكشف على نظرك. انا شايف نظرك على فكره شايفه تعمل لي فيها متحمس وعامل لي فيها البتاع. لا 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 يا سيدي طلع لو سمحت الفلوس اللي جابك اليسار. انا ما بطلعش فلوس واعلى مدخلك اركب. ده دواء الضغط حطته لك ده بالليل عشان تاخدي منه زي ما وصف لك الدكتور ان شاء الله. زين يما كم الحساب؟ 422 ريال يا شيخ. هذه كم يما؟ دي 50 ريال حضرتك. ايه يا يما من بدلوا هالفلوس وانا ما اعرف كم. لا لسه حضرتك فاضل هذه عفوا يا اخوي دي لسه 10 ريال حضرتك. والله من بدلوا هالبيزات ما قمنا نعرف. معلش لسه سامحني كمان كمان سامحني يما. هذه كم؟ دي حقة 5 ريال. هذه كم يما؟ دي 10 ريال. خلاص كده يبقى ثواني بس
سامحني وما سامحني ما اعرف حق الفلوس. سامحك ثواني بس ثواني. يا حج كيف 10 ريال؟ الفلوس كلها اللي اخذتها. طلع الفلوس. نعم؟ في شيء غلط في المصاري اللي اخذتهم انت؟ ما فيش اي حاجة غلط يا جماعة. طلع كل الفلوس اللي طيب ثواني خليكم معي لو سمحتوا بس لو سمحتوا حتشوفوا. معك. طيب. انت اخذت منها فلوس كثير هلا. يا استاذ في فاتوره وفي كل حاجه الفلوس حضرتك انا اللي اونر الصيدلي هنا اللي واقف انا اللي بحاسب الناس مش انت يا حضرتك اللي بتحاسب بس لحظه شو بتحاسب يا خير طيب. اسمعني لهلا اسمعني طيب انت فرجيني اللي المصاري اللي معك ثواني يا استاذ قل لي المصاري اللي معك طيب الفلوس اللي معك طيب من غير ما تعلوا صوتكم يا جماعه طيب بطلعهم لك فل شو سؤال الدواء ده لحضرتك ما دخل الدواء المصاري انت عم تقول لي 500 قلت لي 10 و20 فرجيني اياهم يا استاذ يا عيني فرجيني المصاري حفرجيك المصاري بقى. لحظه يا حجي لحظه السيتي دي تقرب لك يا خي بتقرب لي ما تقرب لي النصب ما بيقرب لحد فرجيني المصاري لو سمحت لك يا خي لو سمحت ما سمحت انا النزاهه والشرف لك علي المصاري لو سمحت علي المصاري اهدى طيب يا استاذ علي المصاري طيب اهدى علي المصاري بص هي عارفه بص دي كام دي 500 ريال يا شيخه كلهم فرض مالكش دعوه بيها انت بقى فرجيها المصاري استاذ مالكش دعوه فرجيها المصاري اهي انت عارفه دي كام يا شيخه هي 500 ريال يا حجي هي متعوده تيجي هنا دايما طلع الباقيين لو سمحت هلا الباقيين لو سمحت يا جماعه يا جماعه الشرطه خليها تيجي يا جماعه يا جماعه هون هلا يا جماعه طلع الفلوس الباقيه يا جماعه انتوا معصبين ليه انت عم تطلع على 50 ريال ولا لا يا استاذ انت بتشاهده هو انت دخلها وانت عمها 500 انا شفتها يا استاذ انتوا شفتوا ايه يا جماعه انت قلت لها 400 وشي حسابك لو عايزين حاجه انت قلت لها 400 وشي حسابك صار معك اكثر من 600 ريال بعد كل 500 وانت شايف ال 600 من هناك اي نعم انا شايفه ايه طلع 500 خليهم يجيبها تيجي الشرطه تعدل نستأذنكم بس عشان شوي ورا بس على ما نخلص انت سنك ماخذ 600 ريال واخذ ايه 600 ريال لا لا الفلوس اللي حطيتها في مخباك هذه كم فلوسي حضرتك اي حضرتك معاها مو بالضروره اكون معاها مو شرط يا اخي اي حضرتك قريبها يعني تعرفها مين عم قريبها لا مش ماما بتجيلي كل شهر يا استاذي وهي عارفاني كويس ايه واحنا ما الحمد لله أنا وانا مسامح في 2 ريال كمان لان انا عارف انها بتيجي كل شهر حضرتك ليه دخلك بس في الموضوع ما انا اعرف لو انا شيء انا ما ارضى امي او اختي او جدتي او اي انسانه ايه؟ مش بالضروره تكون قريبتي هذه بني ادمه فهي قريبتي كونها انسانه لا كلمه بس طلع الفلوس طلع الفلوس دي فلوس يا حبيبي مش فلوس ها انا ما اخذتش فلوس من حد دي فلوسي انا اخذت احسن ماما حطيت في الدرج خلاص لا ما حطيت شيء لا حطينا في الدرج هنا موجوده فين الكاميرات يا حبيبي كاميراتكم بعد مو شغاله لا بتشتغل وقت ما احنا عايزين ونقفلها وقت ما احنا عايزين قوم انا بطل طول البركه انا بتصل يا انا ممكن افهم بس ايه علاقه حضراتكم بالموضوع يعني مو لازم يكون لنا علاقه من رأى منكرا فليغير صح فهاي منكر هذا الشيء انا ما ارضى فيه لحد كبير في السن المرأة لابسة بطولة تكلمت معاك بكل ادب قالت كانك ولدها وانها متعودة تجيني يا جورج تفضل خلصني من الاستاذ يا جورج تعال بسرعة شوف الناس دي اخلص اتفضل يا جورج نريد ان صعود كذا نقلب لكن كنا ناصرين الحق صح تعبني معصب الله يسامح انت كنت معانا ضيف البرنامج بتسوي ايوه ما بيتوقع الواحد انه يشوف حدا عم ينصب على ست كبيره وهيك يعني بشكل قوي كتير او وقح اذا بدنا نقول يعني ال 500 تكون 5 او 10 يعني اخذ منها مبلغ كبير وقدامنا وما عم يستحق وما عم بيطلع الفلوس هذا اللي زعجني انه ما كان عم بيطلع الفلوس لحتى يفرجيني انه شو اخذت فلما المرة ذكرت انها ما تعرف الفلوس الجديدة انتبهت انا انه اخذ 500 وبعد ما هي ذكرت هالشيء قال هذه 50 وناقصني 10 خذ منها 100 فكان الموضوع جدا استفزازي والحمد لله انا طلع مقلب برجف لانه معصبت لانه شفت انسان خطا قدامي وبالنهايه ما بديش اطول عليه خلص بعد شوي بدي فز على الكونتر بدي اضربه خلص شو ما بصير لان بالنهايه هذا حق ما بالنهايه ابناء عايشين ببلد فيها قانون والجريمه بعد معه بجيبته يعني ما اسمح له يروح فيها لمحل بس بتيجي الشرطه وهي بتكمل الموضوع مش نحن
بس في حق عم يضيع قدام عينك ما فيك تسكتي عنه. نصب نصب ومزعج وما ممكن حدا يقبله، بس طبعا لما يكون مع ست كبيرة أو ست مثل أمه الواحد بحسها أصعب أكتر بعد. هو بيقول لي شو بترابك؟ قلت له عمتي، وبقالها أكتر من شهرين من أول ما العملة الجديدة طلعت تيجي على المجلس نديلها فلوس، تيجي على المجلس الفلوس ناقصة، وأنا لو بحياتي ما شفتهاش أصلا ولا بحياتي شفتها. لا ده حقها، ولو سمحت طلع الفلوس اللي في جيبك اليسار، لأن ده مش حقك وده حق الغير. واللي ما أرضى على هالي ما أرضى على أي حد ثاني، مو بالضرورة أن أعرف المرأة أو ما أعرفها. فلما سألني أن المرأة تقرب لك، نعم تقرب لي، كلنا بشر، كلنا من بني آدم، فمهما يكون مردها تقرب لي لو من أبعد ما يكون لو عند سيدنا آدم.